هذا قال إنسان يخدم لاباس عليه، هذا السؤال، يخدم لاباس عليه ويسكر ويقمر ويمجن وكذا ويخلي صغار وناقصين، إلى شنو حكم؟ ما هو هذا السؤال؟ نعاودوا السؤال هذا، نعاودوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ باش نسألك سؤال، المرأة كي تخرج من غير شورت رجلها شنو مآلها أمام الله؟ السؤال الثاني، المرأة ولا الراجل الزانية عندها صغار وكل شيء شنو مآلها أمام الله؟ السلام عليكم. نفس الشيء تو نجاوبوا على السؤال الاخر اللي ذكروا موضوعين. اما هذا شنو المراه تخرج؟ اولا المراه تخرج باذن زوجها، هذه هي صحيح المراه تستاذن، اما وقتاش؟ وقتاش؟ اذا كان هو متفاهمين. تو المراه تمشي تخدم معلمه ولا موظف، خي كل ما تخرج تشاور راجلها، لا في الحالات هذه لا، هانوا متفاهمين ويتفقوا من الاول كونها باش تخرج تصرف ولا تخرج تخدم ولا هذه ما فيها شيء. ما كانت قبل المرأة قليل تخرج وكان فما ظروف أخرى ومعاملات أخرى، تو بحكم العمل المرأة تو اللي تتطلب كونها يوميا تخرج. خلينا إذا كانت طبيبة يمكن يعملوا لها تليفون تخرج قبل، لأنه القضية مسألة مستعجلة وهكذا. فهذا لا يتطلب الاستئذان لمحالة، هو الأفضل أن تستأذن لمحالة وإلا تتفق. طيب قال المرأة اللي تخرج وتتزين وتتعطر وتخرج وتزنى، أشنو تزنى؟ حكم الزانية، الزانية مش معروف في سورة النور اللي يقول المولى سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، معروفة حكمها في القرآن ظاهر، وضحها المولى سبحانه وتعالى، وزاد وضح النبي عليه الصلاة والسلام كونه زانية تجلد امرأة ولا راجل، راه كيف كيف الزانية والزاني، قال رب تجلد وتغرب عام هو ولا هي، يجلد 100 جلدة ويغرب عام، ما فماش ولا محالة ولات عنا حقوق الإنسان. ولد كأن مسألة الزنا يقول لك إذا كان تم بالاتفاق ما فماش مشكلة، إذا ما شكاش الآخر بالآخر بالآخر، واحد شكا بالآخر كونه يولي مش الزنا، يولي يدعي شي يسميوه تحرش، هذيك أمور أخرى. أما الزنا بالاتفاق وغير الاتفاق محرم، لا ما نقولوش أحلام، هذا شيء طبيعي. وحكم الزانية، حكم الزاني مذكور في القرآن، قال المتزوجة أي خير من الكل، حكم أقصى المرأة ولا الرجل، يسمى محصن بالصاد والمحصنات من النساء، يعني المتزوجة، المحصن يعني اللي هو متزوج ويزنى، وإلا هي متزوجة وتزنى بواحد آخر، راهو حكمهم مش كما حكم الأعزب، الأعزب والعزباء 100 جلدة، أما رأوا المحصن يرجم في الحديث المنسوخ كمن كان أي الشيخة والشيخة، الشيخ يعني المحصن بالصاد يعني المتزوج، هذا الشيخ مش الشيخ ولا الشيخ الكبير، الشيخة والشيخة فارجموهما البتة رجم، لويه باش تستقيم الأمور. توا قدش من عائلات تمزقت وتفرقت لأنه ظهرت المرأة تزني على رجلها، وإلا الراجل يزني على مرته وتتسمى خيانة وخلافات وكذا، وهذا كله معروف في الإسلام، وربي يبعد علينا هذه الشرور اللي انتشرت في المجتمع. السؤال الثاني، السلام عليكم. ما هي ثلاثة كذبات التي كذبها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يخشى أن تكون هي من تدخله النار رغم أنه خليل الله؟ طيب راهو انا باش نجاوبك بحول الله تعالى وبعونه، اما راهو نحب نقول لك راهو المولى سبحانه وتعالى يوم القيامه مش يسالك هالسؤال اش بيك ما عرفتوش شنو هي الكذبات اللي كذبهم سيدنا ابراهيم، لا يسالك اش بيك ما صليتش، يسالك اش بيك ما صمتش، يسالك اش بيك كذبت على امك ولا اخوك ولا البعيده سرقت، ولا يسالك
حاجات أخرى. أما ما يسألكش قداش كذب سيدنا إبراهيم، أو نذكر ماشي للإفادة، ما فيها بس نذكرها للفائدة. في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث النبي في الصحيحين، أش قال؟ إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث، كذب ثلاث كذبات فقط، ثنتين منه في ذات الله، هو قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا، هذه كذبة الأولى تنفسر، وقوله إني سقي، والكذبة الثالثة الساعة بين لولا ما سيدنا إبراهيم عليه السلام هو رسول نبي ودعا أبوه الساعة، أبوه آزر، اسمه آزر، وشي غريب توا فما الناس يسميوا ولادهم آزر، راو آزر اسم بو سيدنا إبراهيم الكافر، هذه من التاريخ ذكرها القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إيش عندنا في هذا؟ فسيدنا إبراهيم كان مؤمن، قوم واللي معاه الكل يعبدوا في الأصنام، منهم بوه، وبوه كان نجار ويصنع تمثال ويمشي يهزوا إبراهيم ولده، يقولوا برا وصلوا لفلان يبيعوا، معناها يبيعوا له كذا، يشرك فيه في الأو كان صغير، طيب ولا يحاج يا أبتي إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يا أبتي يوصي في بوه ينصح في بوه راهو هذا شرك راهو هذا كفر، يا أبتي نعبد المولى سبحانه وتعالى ما نعملوش هالأشياء ذي، كان بوه يقاوم فيه وكان قومه الناس ما يقاوموا فيه. طيب قالوا بوه نهار من نهارات أي باش نخرجوا غدوة مع بعضنا باش نمشيوا المكان الفلاني فما يتسمى يوم الزينة نحتفلوا، فالناس أهل الجهة ذيك يحتفلوا بعيد من الأعياد وباش تمشي معانا، ما باش يمشي، مشي خطوات معاهم وطاح في القاع، أشنو قال مريض أني سقيم ما نجمش نكمل، خلوه. طيب هو مش سقيم هو مش مريض وقتها، أما ادعى المرض باش ما يمشيش يحتفل معاهم بيوم الزينة هذايا اللي فيه مناكر، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى باش كي يقعد في مكة يحطمك الأصنام، وحطمها الكل وخلى واحد برك كبير، هي كانت 360 صنم مصنوعة من الحديد من حديد من برونز من اللوح من الطين إلى آخره. فقعد سيدنا إبراهيم عليه السلام ادعى وأنه مريض وهو مش مريض، قال إني ساقي، هذه كذبة. وشنية الكذبة الثانية؟ كيف قعد وحده في مكة وخرجوا الناس الكل كسرك الأصنام، كي جاءوا شنو هذا شكون كسرهم كذا شدوه، لأنه هو اللي قعد، قال لهم هذه وردة في القرآن، قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، مخلى واحد منك الكبار من الأصنام، قال لهم هاو هو اللي ما تعبدوا فيهم وتدعوهم وتسألوهم واعطينا وافعلنا وعاوننا، يجيوا للصنم اللي صنعوه باليد ويدعيوه ويكلموه إلى آخره، قال مدعوهم أسألوه هاو هو. فالكذبة الثانية كي قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، بعض المفسرين يقول أشار بالإبهام، الإبهام هو الصبع الكبير، وقال لهم بل فعله أشار لك الصنم منه يذكر كونه هو إبراهيم هو اللي كسر، ومنه يشير لك الصنم الكبير، المهم كذبة الثانية وهي ما جايزة هالكذبة هذه. والكذبة الثالثة كان مسافر هو وزوجته السيدة سارة، عرضهم جبار، واحد طاغية كما نقولوا باندي كذا فاسد فاسق، حاب يعتدي على سارة قبل، قالوا من هذه شكوني هالمرأة اللي معاك، قالوا سيدنا إبراهيم هذه أختي، وعندهم قبل في ذلك الوقت كونه إذا كان الإنسان قال على واحدة هذه أختي أخلاقهم ما تسمعنهمش باش يعتدي عليه، لو كان قال زوجتي ولا بنتي ولا مرت خويا ولا يعتدي عليه، أما كيف يقولوا هذه أختي يسيبوه. فقال سيدنا إبراهيم على زوجته سارة، قالها قال الجبار هذا، قالوا هذيك أختي باش يمنحها ويمنعه إلى آخره.
فهذه كذبة. وتلفت لزوجته سارة وقالها أنا وأنت إخوة في الأرض، يعني في البقعة هذه في مكة ما فما كان أنا وأنت إخوة. إيش معناه إخوة؟ يعني نؤمن بالله، يعني إخوة في الله. أما هي زوجته لا محال. فكسمع الجبار قال هذه أختي خليه. فهذه ثلاثة كذبات. الكذبة الأولى ما خرجش معاهم على ودعا أنه مريض أني سقيم، الكذبة الأولى. الكذبة الثانية وقت اللي كسر الأصنام كي سألوه شكون اللي كسرهم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، وهو اللي في الواقع هو اللي كسر. والكذبة الثالثة كيف شد واحد باش يعتدي على زوجته السيدة سارة وسألوا شكون هي هذه، قال سيدنا إبراهيم هذيك أختي، يقصد أختي في الله وهي زوجته. فكذب هذه كذبة ثالثة. هذه الثلاثة كذبات اللي كذبهم النبي عليه الصلاة والسلام، واللي قال في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال ثنتين اثنين منهم منه في ذات الله بل فعله كبير منه، والأخرى والأخرى أكل اللي قال على سارة في ذات زوجته على سارة اللي قال هذه أختي إلى آخره. هاك عرفت توا شنو هي الكذبات الثلاثة، وإن شاء الله تعرف ما هو أهم في دينك. سؤال ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيد الشيخ. فما ظاهرة كبيرة العوام الأخرانية ذي، ظهرة الطلاق وتشرد العائلات، شنو الشرع الإسلامي شيخوه في الحكاية هذه مع الكثرة اللي موجودة؟ المرأة تغاد شوية على الراجل بالمشرع البلدي، لكن نحن نحبوا نعرفوا الشرع ربي ايش يقول في الحكاية هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نعرفوا شرع ربي، احنا عندنا سورة في القرآن هي سورة الطلاق معروفة ذي، عشنو في القرآن سورة من السور اسمها سورة الطلاق وفيها تفصيل لمسألة الطلاق وأحكامه إلى آخره. هذه من ناحية. من ناحية أخرى فما أبواب في كتب الفقه، وكتب الفقه باب الصلاة باب الصوم باب الزكاة باب الحج باب كذا باب الطلاق، ويفصلوا فيه الأئمة الفقهاء مالك وأبو حنيفة وغيره وغير من الفقهاء في الكتب متاعهم يفصلوا في هذا الباب أشنو حكم الطلاق إلى آخره. الطلاق احنا نعرفوه أنه مباح مش حرام ومش مرغب فيه، أما مباح. وقتش مباح؟ وقت اللي يشتد الخلاف بين الزوجين ولم يعد هناك سبيل لمواصلة الحياة الزوجية، خلاف حاد ولدفع الضر مش توصل مسألة لما توصل يقع الطلاق. لكن تو هو اعتبروا النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال، قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هو صحيح حلال مباح أمره أبغض الحلال. وقتاش يلتجيل الإنسان؟ وقت اللي ضيق به الدنيا. ولذلك راه مثلا في قال رب وإن عزموا الطلاق، إيش معناه عزموا الطلاق؟ يعني الإنسان كيف يجيب شي طلق مش تغشش قال أنت طالق، لا هذيك خاطئة. أما عزموا الطلاق يعني خمم وحده هي ولا هو، ما فيش فايدة، العيشة عمال تسوء، إذا باش نتواصلوا هكا كذا يحاولها يكلم أبوها يكلم كذا يكلمها هي ما فماش حل، وقتها يلتجي. طيب راه قبل كان يتسمى الطلاق، توا في عصرنا هذا قال المشرع البلدي ولا القانون، هو يقول اللي يقصد القانون راه توا مش طلاق يتسمى التطليق. إيش معنى تطليق؟ يعني مش أنت تطلق المرأة، الحاكم القاضي طلقها لك. علاش؟ لأنه أنت البعيدة حاشاك تتقدم قضية، يتقدم الإنسان قضية للمحكمة في الطلاق. مش معناه يقول هذيك طالق، لا، القاضي وقتها جلسة صلحية وأختها وبنت أخت الصلحية وبنت عم الصلحية ومشي ويجع المحكمة هذه من الواه يعمل فيه القاضي، مش تنكيل ولا تشفي من المتخاصمين، وإنما لعل بطول المدة يرجعش للجدة، ترجعش هي للجدة، يلعنوش إبليس إلى آخره. كيف تستمر المسألة جلستين ثلاثة وهي شدة صحيح ولا هو شدة صحيح؟ وقتها يقع التطليق مش الطلق، تطليق يعني القاضي هو اللي يتولى هذه. طيب إيه إذا كان طلقها يلوحها؟ لا، الإسلام يقولك ما تلوحش.
مثلا لابد يضمن لها السكنة في داره وإلا يكري لها ولا أما في داره. قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من حيث سكن منين تسكن أنت سكنها هي ما تلوحش هذا السكن. تعطيها فلوس تنفق باش تنفق، خاصة إذا خرج معها صغير، معها صغير ولا اثنين. قال تعالى لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تكبس عليها وما تعطيهاش حتى تخليها هي وصغيرها وهي مطلقة، ما تقبش تصرف ما تقل حرام. ثم هو إمكانياته، قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، مش معناه هو يخلص 500 دينار في الشهر يزمو يعطيها 500 وهوش باش يصرف، أما مما يستطيع لينفق ذو ساعة من ساعته قدر الإمكان. والقاضي قرر لمحال بحيث وراه مش ظلم من القاضي كيف يفرض للرجل يفرض عليه كون يعطيها نفقة وألا يسكنها ولا كذا، هذا هو لحل العينين بعض النساء لا محال. أما راه من الشرع الإسلام أولا يضمن لها السكن ما تتلوحش، يضمن لها النفقة والحضانة إذا كان قاعد عندها صغير ولا كذا، هذا كله مشروع في دين. علاش؟ لأنه خشية من تشريد العائلة ومن إهمالك الصغار ذوكما. والله أعلم هو عند أبوه جت مرأة تشكي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، يعني تشكي من زوجها وكذا وراه يحب يطلقني ورقت بيناتنا صغار، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، كان خليتهم عندي يجوع ما عندي باش ننفق، ما عنديش مرأة ما كانش تخدم، إن ضممتهم إلي جاعوا ما عنديش باش نصرف عليهم ونوكل، وإذا خليتهم له وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لا ينجم يربي لا ينجم يوكل لا ينجم يشر يغسل ولا ينظف ولا، ففي كلتا الحالتين ما هو شي به. هذه مرأة فك الوقت تشكي مالا تو تقى الصغار هو مرة عند بوهم هو مرة عند أمهم، والقاضي أحيانا الصغيرة إذا كان أقل من عرش 4 سنين وخمسة سنين يزم يكون عند أمه حتى يوصل كذا، ويجي بوه يراه مرة في الأسبوع، يعني فما مشاكل وفما. ولذلك الإنسان هو قال تغاط المرأة، هي راهي مش تغاط بالأحكام هذه، هي تشجعها الأحكام هذه، إذا كان نيتها هكا فهي حرام عليها، إذا نيتها باش تنكل بك الراجل وباش تغرمه وباش يدفع نفقة كل شهر وباش تحرمه من صغير وما يراوش كان مرة في الجمعة ولا كذا، هذه حرام لا محالة. أما إذا كان وفق الشرع الإسلامي هو لابد أن ينفق عليها حتى وهي مطلقة، لابد أن ينفق على صغارها وهي عنده وهما عندها هما عند، لابد هذا. فهو أبغض الحلال لا محالة، أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق. أما أراه يشمل المنفق عليها من مؤونة من طعام من لباس إلى آخره، وما أحسنش من التفاهم وما أحسنش حتى إذا طلقها أراه ما تبقاش عداوة. قال تعالى فأمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كان مع بعضهم عايشين هم بالمعروف، إذا كان جاد الفراق بإحسان فما راه فما قبل، خاصة عند العائلات المدينة والمؤمنة والمتربية، طلق مرته في المكتوب إذا سمع بها مريضة يمشي، إذا سمع بوها مريض يمشي، هو عليه إذا هي سمعت بحموها مريض ولا أخوها أخوه ولا أخته تمشي. أما توا عداوة كأنه واحد قتل قريب الآخر والعياذ بالله، هذا كله عدم فهم سليم لأحكام الشرع الإسلام. السؤال الموالي بالله نحب نسأل الشيخ على اللي يبدأ يخدم ولبس بيه معناتها ويبدأ لبس بيه بفلوسه ويمشي حشاك يسكر ويقمر وكل وصغار تلقاهم جيعانين ونقصينهم ألف حاجة وحاجة، حكم الشرع في هذا؟ حكم الشرع مش يشجعوا الشرع على هذية 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 إنسان أنعم علي ربي يخدم ولقى خدمة غيره ما لقاهاش يدخل فلوس، رغم هذا يمشي يسكر ويزنى قلت ويقمر ويمجن ويخلي صغاره خير من الكل، يخلي صغاره مهملين، لا يراقبهم في تربيتهم هما صغار، خاصة
لا يراقبهم في دراستهم، لان البو لابد يخلي يتابع اولاده مع الام، الام هاني تتابع منا ومنا شؤون المنزل وتربيتهم وتنظيفهم واكلتهم وكذا، وتقري اذا كان تعرف تقرا تقريهم هما صغار. البو لابد يعاون، لابد يقف مع صغار ويتابع، اما هو يجي قالت يخدمه وبخدمته لاباس عليه ويمشي يزنى البرة، ورتقى في بالها بيه اكيد عندها، ما تكونش ظالمته ولا تتهمه باطل. قالت يمشي يزنى ولا يسكر، يروح لها ربما سكران والا يقمر، ثلاثه منهي عنها، الثلاثه الزنا والخمر والقمار، والثلاثه انما الخمر والميسي والأصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، في الثلاثه هو يعمل فيهم هو ولا بس عليه يختم. كفر بنعمة الله وضيع صغاره وضيع مرته وضيع عيلته، وراو يجي وقت مشني توفى السكر تحضر المديني قديش سكر وقديش تو، اما يضربوا مرض الساعة في رواريه نتيجة السكر والدخان، والا والا يفلس لانه قاعد يقمر، ويقمر شنو باش يربح ديما يقمر، فمالي رهن داره، فمالي رهن يعطي كرهبته ويروح بليش في محلات القمار في تونس هذه في الكازينوات وكذا، يحط مفتاح الدار ويقمر عليهم، يحط مفتاح الكهرباء ويقمر عليهم ويروح بلاش دار، والا الاخر يروح بلاش كهرباء في تاكسي ولا كذا، خسر، فخسر الدنيا وخسر الاخره وخسر صغاره وخسر مستقبله والعياذ بالله. هذايا اذا كان انسان اذا عنده عقل، اما اذا كان ما عندوش عقل الله شيء اخر هذي. والله اعلم. فما السؤال اخر كهو. هذه بعض الاسئله اللي محاله احنا نحاول الاجابه عنها بقدر الامكان، وراو احيانا يتكرر السؤال نتيجه ما قد يتكرر من مشاكل في المجتمع، تو مشاكل العائلات خاصه، مشاكل العائلات واغلب العائلات سماها احد أو علماء الاجتماع البريطانيين، يقول البيوت المحطمة بروكن هوم، يعني البيوت المحطمة، محطمة مش بالدار تحطمت، وإنما تحطمت فيها العلاقات بين الزوج والزوجة، وكم من تشريع تشرد، وكم من انعكاس سلبي للأطفال للأبناء على 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 عليهم نتيجة عملية التصرف، نتيجة وراو مش تصرف الأب بركة. تولينا نسمع أحيانا حتى الأم تقع رجل مستقيم لبس عليه ويخدم على روحه وخايف ربي، والمرأة والعياذ بالله مش الكل معي قليل، أما فما بحيث الإثم على هذا وعلى هذا، ونسأل الله حسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.